غاب نجوم الكوميديا السوبر ستارز عادل إمام وأحمد حلمي وأحمد مكي عن المشهد السينمائي في عام 2012، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عدة سنوات، حيث كانوا دائما يصرون على الحضور ويتنافسون فيما بينهم على جذب أكبر عدد من الجماهير وتحقيق أكبر نسبة من الإيرادات. ويبدو أن عدم استقرار سوق السينما أثر بشدة على تواجد النجوم الكبار، فالنجم عادل إمام فضل أن يقدم مسلسلاً تلفزيونياً وهو فرقة ناجي عطلة، وابتعد عن السينما ويحضر حالياً لمسلسل جديد، بما يوضح أنه قرر الابتعاد عن السينما مؤقتاً والتفرغ لتقديم المسلسلات التلفزيونية الدرامية. وعدتوه فاكر أن المعركة اللي جاية معركة الصواريخ والدبابات، لا، المعركة اللي جاية معركة نفسية وحضارة واقتصاد. اللي هيشتغل أكتر هو اللي هينتصر. أما النجم أحمد حلمي فلم يقدم أي فيلم سينمائي في العام الحالي، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى، بل إنه كان من قبل يقدم أحياناً فيلمين في عام واحد، وكان آخر فيلم قدمه حلمي في السينما هو إكس لارج عام 2011. ويبدو أن حلمي استشعر أنه غاب عن جمهوره كثيراً، فبدأ منذ أسابيع عرض برنامج على الإنترنت بعنوان حلمي أونلاين، والبرنامج يعتبر تجربة جديدة لا يستغرق سوى 5 دقائق أو 10 دقائق، يقدم من خلالها بشكل كوميدي ساخر بعض المواقف التي حدثت له في حياته اليومية. مجدي. ألو دينا. عايزة أتخيلك، جسمك عامل إزاي؟ أنا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. طب أقول لك حاجة ما تصدقني. احكيلي احكيلي. أنت أي بنت تتمنيه؟ عارف عارف. الورد الجميل ده عشاني؟ آه. في إيه؟ اللي تحبك. تحبك علشان جوهرك، مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. عشان كده يا جماعه انا قررت. غاب النجم احمد مكي عن السينما في عام 2012، رغم انه كان متواجدا بقوه في الوسط السينمائي على مدار 3 أعوام متتاليه، قدم فيها بطولات مطلقه حققت ايرادات مرتفعه، وهي اتش دبور عام 2008 وطير انت عام 2009 ولا تراجع ولا استسلام عام 2010 وفيلم سيما علي بابا في 2011. ووسط تلك الافلام قدم جزئين من مسلسله الكبير قوي على مدار عامين متتاليين، كما كان يقدم تجارب غنائيه ناجحه ومميزه. ولم يقدم مكي في 2012 سوى البوم غنائي يحمل عنوان اصله عربي، حقق نجاح ملحوظ. السلام الوطني لكوكبنا العظيم. يا كوكبنا. يا كوكبنا. إذن حموت في ده الكوكب. آخر كلمة تحب تقولها لشعبك إيه؟ قلت أصحابكم بالسلامة. جودويل. يتسم عام 2012 السينمائي بغياب المفاجآت السينمائية، فلم نرى عملاً سينمائياً أو فيلماً بارزاً يستحق تركيز الضوء عليه، وغاب عن المشهد السينمائي أبرز المخرجين الكبار ومنهم محمد خان الذي تعطلت مشاريعه السينمائية التي كان يسعى لتقدمها، ومنها فتاة المصنع، وأيضاً داود عبد السيد الذي أجل تصوير فيلم رسائل الحب أكثر من مرة وحدد له موعداً مؤخراً لبدء تصوير يناير الحالي. ولم نرى سوى فيلم للمخرج يسري نصر الله وهو بعد الموقعة الذي مثل مصر في مهرجان كان السينمائي الدولي. انتي ما تخافيش منهم؟ انتي بتقولي كده ليه؟ بلطجية يا دي. البلطجة مهنة، دول خيالين وجمالين وبيشتغلوا في السياحة، وأكبر مشكلة عندهم دلوقتي ومفيش أي سياحة. ازاي عليك يا دكتور؟ حسام تعبان وجعان. مش قلت لك ما شافش وشي كده تاني؟ اشمعنى ده بالذات اللي بينزل لي أصل ده واحد من عيال بتوع موقعة الجامعة. كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. ده اتضرب ضرب. غابت ايضا عن السينما في 2012 النجمة البطلة القادرة على جذب الجمهور الى شباك التذاكر، ولم تنقذ ماء وجه النجمات سوى ياسمين عبد العزيز التي قدمت العام الحالي فيلمها الانسة مامي، بينما غابت هند صبري التي قدمت اخر تجاربها السينمائية اسماء عام 2011، وغابت ايضا منى زكي التي لم تقدم منذ سنوات اي تجربة سينمائية. واحتفظت منى شلبي بموقعها السينمائي في فيلمها بعد الموقعة رغم عدم تحقيق إيرادات تناسب قوة العمل. أنا ماما السيد ناني. أنت مين يا شيخة؟
آه!